غادي نمشي معكم، على الاقل تكون معكم شي وحده ظريفه. بغيت نمشي نشكر السي كهرباء حيت اعتق ليا بنتي. لا ما تمشيش دابا، غادي نمشي عند ملاك ونقول لها غادي نتعطل شويه، وإلا مشيتو ما تسنيتونيش ما غادي تلقوني لا انا لا ملاك. مفهوم؟ مفهوم؟ واخا مفهوم. واش مفهوم؟ يا ربي غادي تحمقوني، غادي تحمقوني. قول لي واش مفهوم. احنا كنتسناوك يلا. بنتي ملاك؟ الحبيبة ديالي. قلت لكم سيروا. ملاك احنا دابا غادي نمشيو نشكروا عمو كهرمان حيت عتقك وجابك لهنا، وغادي نرجعوا واخا حياتي. وحنا غادي نتسناوك حتى تسامحينا، ولكن كنترجاك حبيبه سمحي لينا بالزربه حيت توحشك بزاف، وتوحشت نعنقك بنتي ونشم ريحتك. علاش ما قلتيهاش ليا؟ دابا انت بعقلك فايز كتسولني علاش ما قلتيهاش ليك؟ مورا الهضره اللي قلتي ليا. مراتك راه حامله في الدار وانت راك غادي تولي اب، سير وقف مع عائلتك ومع مراتك بلا ما تبقى تجرح فرانيا. مالك بغيتي نخليها ليك انت؟ اه ليا، خليني نداوي الجرح اللي انت خليتيه. بلا ما تحمقني يا فيس. فهمت، قلت لك خليني انا نداويها حيت صعيبه عليك وغرتي بزاف، ما اعتبرتينيش راجل وخبيتي عليا. شنو بغيتي دابا؟ انا غادي نقتلك وديك الساعه غادي نعتبرك راجل ديال بصح. تسنى شويه، خلي المحكمه تحكم لرانيا بالحضانه حيت مراتك حامله، وديك الساعه اجي على خاطر قتلني. لا ما غاديش نقتلك، وما غاديش نخلي مرتي وبنتي ملاك لك انت فايز. فهمتي؟ نسيت بلي كلشي خصو يكون ديالك. انت راك بغيتي جوج ديال العائلات، وبغيتي جوج ديال الاولاد، وبغيتي جوج ديال الجروح. فايز سير قلب لك على شي مره اخرى. خاصك تعرف باللي رانيا ديالي بوحدي، وكيف ما انا اللي تسببت في الجرح ديالها انا اللي غادي نداويها، وانت تلقى لك شي مره اخرى بعد مني. انسى عليك رانيا، فهمتي؟ اخر مره نقول هادشي دابا. يلاه نمشيو نشكروا كرامان.